في الموسيقى والإخراج وجد ضالته، في السينما والمسرح يتوه، يرى في التعصب المشكلة القصوى، وفي مشاطرة الأفكار حلاً للمأساة السورية. اليوم سوف يشاطركم رؤيته لما يراه بداية للحل في سوريا. ماركو الأيوبي، تفضل. مساء الخير للجميع. لا شك أن الحل في سوريا أو سبب المأساة في سوريا هو نظام بشار الأسد، يلي جلب لنا الإرهاب، يلي جلب لنا القاعدة، يلي جلب داعش، يلي جاب الروسي، وسبب كل هالمشاكل في سوريا. طبعا لما بدنا نقول حل في سوريا لازم نفكر أول شيء بعوائق هذا الحل. برأيي العائق الأول والأهم هو مسألة التعصب. للأسف التعصب ممكن الناس تنظر له كنظرة عادية، ولكن بشكل عام إذا بننظر من بعد الحرب العالمية الثانية لليوم، في مئات بل ملايين الناس يلي قتلوا وقضوا جراء التعصب. مشان هيك يا جماعة لازم كلياتنا نوقف وقفة واحدة ضد التعصب، أي تعصب كان، تعصب فكري، تعصب عرقي، تعصب أدبي حتى، أي تعصب إن كان، لأنه هي آفة عم تفتك بالمجتمع. ما له موضوع بسيط، في قتل، في دماء تسيل، في حروب أهلية. فأفضل حل إنه نوقف كلياتنا إيد واحدة ضد هذا الموضوع. إذا بدنا نتعصب رح نتعصب لموضوع واحد بس، هو إن نحن شعب واحد، بلد واحد، حر، مستقل للجميع. هذا التعصب الوحيد اللي مسموح فيه، غير هيك لا، غير هيك بلدنا رح تتهدم، غير هيك ما رح نقدر نبني إنسان، غير هيك رح نتعذب كثير وراح نضل بالمآسي وراح تستمر المأساة. بشكل عام لازم نحن كشباب نبادر بكثير مبادرات شبابية، مبادرات ولو كانت بفكرة بسيطة. مشان هيك، مشان ما نضل عم نحكي مجرد كلام عادي وكله قال وقيل، أنا رح أبدأ بنفسي اليوم وأعلنها على الهواء مباشرة عبر مناظرة. رح أنشئ موقع إلكتروني أو منصة، خلينا نقول هي بنك للأفكار، تحت تسمية فكرة لسوريا. كل واحد فينا ممكن يحط أفكاره فيها. يعني نحن في عنا حاليا سلاح كتير مهم، أنه كسوريين منتشرين في كل أنحاء العالم، بتحدى سوري واحد ورا الشاشة أو من الحاضرين ما عنده أهل أو أقارب أو جيران أو أصدقاء أو معارف في دول خارجية. كلياتنا عنا ناس برا بالملايين، مو شخص أو شخصين أو ثلاث أشخاص أو أربع أشخاص. هدول الناس عم يخرطوا بالمجتمع، عم يتعلموا لغات، عم يكسبوا ثقافات الآخرين، عم يتعلموا أشياء جديدة، براسهم أفكار كتير، أفكار كبيرة. بالتالي كل شخص من هدول الناس ممكن نأخذ منه فكرة بسيطة، أو ممكن يدخل على الويب سايت يحط فكرته بكل بساطة. في لجان بتطور هاي الفكرة، بتدرسها، بتحط إيجابيات أكثر عليها. فممكن أنت من فكرة كتير صغيرة تساعد ولو كنت بمكان بعيد. هاي الأفكار في منظمات إنسانية ومنظمات عالمية رح تدخل تتبنى هاي الفكرة وتدعمها وتمولها. فبالتالي أنت من وراء فكرة كتير صغيرة قدرت تعمل شيء، قدرت توقف مأساة شعب، قدرت توقف قتل ودمار وذبح. أنت كفرد نفسك قدرت تساوي كل هالأمور. فمشان هيك كلياتنا لازم نحاول نوقف مع بعض، نساعد بعض، نشتغل مع بعض، ندعم بعض ولو بأفكار بسيطة. فكرة صغيرة من شخص واحد ممكن تعمل كتير يا جماعة، ممكن تأسس لموضوع كتير مهم. ما بدي أضرب أمثلة بالتاريخ عن الناس اللي من أفكار كتير بسيطة قدروا يعملوا. ونحن حالياً في عنا ظرف، في عنا مآسي، في عنا لاجئين، قضايا لاجئين وانخراطهم بالمجتمعات الأخرى مع عدم نسيان القضية السورية والحلول لها بشكل عام. فكلاتنا لازم نكون إيد واحدة لنعمر بلدنا بشكل عام. نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب. شكراً. إذن شكراً، شكراً لماركو الأيوبي.